خليك اسد. ايوه بجد انا عايزك تبقى اسد كده. سيبك من كلام الناس، الناس بتحب توزع الالقاب ببلاش، يقول لك الواد ده اسد، الواد ده اسد، الواد ده اسد. سيبك من كلام الناس، انا عايزك فعلا تبقى اسد بجد. لكن انك انت تاخد اللقب الفخم ده قوي، الموضوع محتاج انك انت تدفع تمن. مش هتدفع التمن مش هتاخد اللقب. تابعوا معانا المقطع الاخر عشان تعرف ايه التمن. الإمام ابن الجوزي رحمه الله بيحكي قصة لطيفة قوي في الكتاب بتاعه صيد الخاطر. بيقول: نفسك إذا نزعتك على شهوة، فجاء العقل ينادي على النفس ويقول: يا نفس اتركي هذه الشهوة، فإنها تضرك وتجعلك في هبوط وتمنعك من الصعود. فإذا وجدت نفسك أهملت نداء العقل وتبعت هواك وفعلت الشهوة، فاعلم أن مثلك كمثل هذا الكلب الذي يروى عنه. فبيحكي قصة افتراضية لكلب. الكلب ده حصل ايه؟ كلب راح للأسد فقال: يا سيد السباع، أعطني اسما حسنا فإن الكلب اسم قبيح. كلب اسم قبيح طبعا، يعني لو واحد قالوا له ما هذا الشبل من ذاك الأسد هيفرح. تخيل واحد قالوا له هذا من هذا أكيد هيزعل. فإيه؟ فالكلب اسمه قبيح، كل الناس عارفة ان الكلب اسمه قبيح. المهم الكلب زعلان قوي، قال له: عم الاسد انا عايز اسم ايه؟ اسم حسن، سميني بقى نمر، سميني فهد، المهم تديني ايه اسم لطيف كده عشان موضوع الكلب ده مزعلني شوية. قال له: انت كلب وستظل هكذا، مينفعش معاك غير الاسم دوت. قال له: طب اي حاجة. قال له: ساجعل لك امتحانا، ان نجحت فيه ساعطيك اسما حسنا. قال له: تمام. قال: خذ هذه القطعة من اللحم واجعلها عندك إلى الغد، فإن صبرت عليها ولم تأكلها سأعطيك غدا اسما حسنا. قال له: تمام، يلا بينا. خد الكلب قطعة اللحم وبات بها وهي جنبه. قال لك: أنا هصبر وبتاع. وبعد كده شوية نفسه نازعته: أنا عايز أكل مش قادر، نفسي أكل مش قادر، إلى أن لم يحتمل. ثم قال لنفسه: وما المشكلة في اسم كلب؟ إن الكلب اسم حسن. وبعد كده أكل حتة اللحمة وفقد اسم الأسد. اللي عايز أقوله إيه؟ إنك أنت علشان تاخد لقب لازم تدفع تمن، علشان تاخد لقب عالي لازم تدفع تمن. أنت ترى لقب عظيم زي إنك أنت تتسمى عند ربنا باسم فخم. واللي عايز أقوله ومهم جدا، الألقاب مش في الدنيا. سيبك من أنت اسمك في الدنيا إيه، ممكن يبقى اسمك شيخ، ممكن اسمك الملتزم، ممكن اسمك المنتقبة الجميلة المحجبة المؤدبة. دعك من هذه الأسماء، ما تضحكش على نفسك. الاسم الفاخر الحق هو اسمك عند الله سبحانه وتعالى. ما هو اسمك عند الله؟ ربنا مسميك إيه عنده؟ والاسم اللي عند ربنا دوت هتناله، لكن لن تناله بالراحة وبالسكون وبالخمول، وإنما ستناله ببذل، مقاومة للشهوات. كلب ما قدرش يقاوم شهوة اللحمة فضل اسمه كلب. وأما أما يكون عنده صبر كان حينال اسم حسن. لذلك الأسماء الحسن لا تنال إلا بالصبر. تعال نشوف اسم فخم قوي يتسمى به سيدنا أيوب عليه السلام، وهو الصابر الأواب. ربنا قال على سيدنا أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. طب هو دفع كام؟ قيل ان هو قعد 18 سنة في البلاء صابر محتسب، الى ان اخر في الاخر قال: رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. سبحان الله، سليمان عليه السلام خد لقب عالي جدا، خد نفس اللقب نعم العبد انه اواب، بس ده سنين في البذل والدعوة والصبر والانابة لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه السلام اخد لقب فاخر جدا لما ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن إنه من المؤمنين، إنه من المحسنين. لما حصلت القصة بتاعت ذبح إبراهيم عليه السلام، ذبح إسماعيل عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بص الابتلاء عشان تاخد اللقب الفخم مش هيجي بسهولة. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم امتحان نجح فيه وتله للجبين، ناديناه: أن يا إبراهيم أن صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. هذه اللقب أول. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. اسم فخم، اسم عالي، ما خدوش إلا بتعب وصبر. ربنا في سورة الشعراء يقول: سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على إلياسين، سلام على موسى
وهارون. سبحان الله، الكلمات دي تخليك يعني تقول سبحان الله، الأسماء دي ما اتخذتش بسهولة. سلام على المرسلين، تعب النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ابنت عمر رضي الله عنه وأرضاه. نزل جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يراجعها، من الله، أمر من الله سبحانه وتعالى أن ترجع حفصة تاني زوجة لك. وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام راجعها فإنها صوامة قوامة. اتوصفت السيدة حفصة صوامة قوامة، هو ده اسمها عند ربنا. اسمك ايه عند ربنا؟ اسمك الصوامة القوامة، ولا اسمك المتبرجة، ولا اسمك تلبسي ضيق، ولا اسمك تاركة صلاة؟ اسمك ايه عند ربنا؟ اسمك صوام قوام، ولا اسمك مفرط، اسمك زاني، اسمك مدمن إباحية، اسمك تارك صلاة؟ اسمك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ السيدة حفصة ما خدتش اللقب ده بسهولة، لا شك ان هي كانت تديم الصيام، كثيرة القيام لله سبحانه وتعالى. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يصدق ويتحرى الصدق، بيتعب عشان يوصل المستوى دوت. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته عشان تبقى محبوب عند ربنا، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالألقاب الفخمة ما بتتخدش باللعب. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف أبواب الجنة، بيقول الجنة أبواب، فبيقول من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، هكذا. كل باب لي أهل. أنت اسمك عند ربنا إيه؟ أنت اسمك من أهل الصلاة؟ تفتكر واحد بيصليش الفجر يبقى اسمه من أهل الصلاة؟ ده أهل الصلاة بيصلوا الفرائض وبيصلوا نوافل وبيقوموا ليل علشان يبقى اسمه أهل الصلاة. تفتكر أهل الصيام هم اللي بيصوموا رمضان، هم بيتفرجوا على برامج المقالب وبرامج الفوازير والمسلسلات والإعلانات؟ لا، أنت واهم. أهل الصيام يعني بيصوم رمضان وبيصوم من شعبان شوية وبيصوم من شوال ستة بيض وبيصوم اتنين يعني شغال على نفسه علشان ياخد اللقب الفخم دوت من أهل الصيام. عشان كده شباب بنقول الألقاب الفخمة محتاجة بذل ومحتاجة تعب لله سبحانه وتعالى. لما تكون عايز لقب شاب، شاب نشأ في عبادة الله، سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. لقب اسمك عند ربنا شاب نشأ في عبادة الله، اللقب ده مش هياخده شاب نشأ وهو بيسمع مهرجانات، مش هياخده شاب نشأ على معاكسة البنات، مش هياخده بنت لابسة مقطع، مش هياخده واحدة عايشة طول عمرها متبرجة فوقه. الألقاب مش هتتاخد إلا بتعب وبذل. لما تعوز تاخد لقب رجل دعتهم امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، اللقب ده هياخده واحد بيقول للإباحية لأ، بيقول للعادة السرية لأ، بيقول للزنا لأ، بيقول للعلاقات محرمة لأ. يبقى أنا في النهاية لما أقول لك أنا عايزك أسد، أنا فعلا عايزك أسد، لكن عايزك مقابل ده تدفع تمن، تدفع تمن صبر على الشهوات، قوة في بذل الطاعات. اسمع بقى كلام ربنا وبيتكلم على الناس العالية. قال تعالى وجعلناهم أئمة، هذه اللقب، أئمة يهدون بأمرنا. إمتى يا رب؟ لما صبروا، صبروا تعب وكانوا بآياتنا يوقنون. ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني ناس شغالة جامد، والأبصار عندهم علم. لذلك قالوا الأئمة القاعدة الجميلة دي، قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. عايز تبقى حاجة كبيرة عند ربنا، ادفع وخليك أسد. ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سمايل، ولنا رأيك بقى في الكومنتات، وانشر الفيديو ده لأصحابك عشان نزود عدد الأسود. ربنا يرضى عنكم. السلام عليكم.